اسمحوا لي، اسمح لي يا سي عزيز، هذه الحكومة ديالك ما كتعرفش الدبز، ما كتعرفش تصالح. خرجتي كدبز مع خرجتي كدبز مع الناس ديال التعليم في الاخر، درتي لهم كل شيء اللي بغاو، زدتيهم 1500 درهم وداك الشيء، ورجعتي عاوتاني خرجتي وعاوتاني شديتيهم منهم شي وحدين، قلتي لهم لا هادو خصهم صافي، تصالحتي، ما كاين لا منك مجلس تأديبي ولا والو، بركة صافي. نفس الشيء دابا عاوتاني مع الطلبة، حتى وصلتي لواحد النهار اللي صوتوا تقريبا بالنصف باش يمشيوا معاكم، عاوتاني مشيتي وكتخرجوا لهم هذاك 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 السيد اللي باغي يجيب لنا الشيخات نقراوهم، قراو عليهم في الجامعه، فهمتي؟ ولا حتى هو ما تيحشمش، فهمتي؟ سي نورمال، الانسان انسان. اش غنقول لكم الاخوان، راه والله الا اكاد اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، باش يكون المغرب فيه وزير التعليم العالي مشغول بالشيخات يقريهم لينا. اسيدي الشيخات ماشي شغلك، حنا يعجبونا الشيخات ولا ما يعجبوناش، هذا ماشي شغلك، حنا كنتصنتوا ليهم الا بغينا وتيعجبونا، والمغاربه كيجيبوا من الحفلات ديالهم والعرسات ديالهم وصافي، وانت جايبهم بغيت تقريهم لينا في الجامعه، وهذه مصيبه. هذه اش غيتربح الا قريتيهم لينا في الجامعه؟ واش 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 الا بدينا كنعرفوا الاسماء ديال الشيخات وكذا الى اخره، غادي 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 نحلوا مشكل علمي في المغرب ولا مشكل اخلاقي ولا؟ قول لنا شنو غنديروا. هذيك واحد 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 التعبير شعبي كاين، يعني انت وزير اعرض عنه، خليه، ما قال لك حد، لا تعاديهم لا تاديهم لا والو، راه فيهم ناس مزيانين وفيهم ناس خايبين بحال كل شيء الناس، فهمتيني ولا لا؟ ولهذا راه خربوشه، باقي الناس كيتكلموا عليها وعلى البطولات ديالها الى اخره اليوم، ولكن ماشي تجي انت تقرينا، فهمتيني ولا؟ شنو كانت كدير الشيخه الفلانيه وشنو كانت كدير الشيخه، الله يلعن اللي ما يحشم.